في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين، وصلت وزارة الإسكان عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين. هذا ولفتت الوزارة إلى أن التوزيعات الإسكانية تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25,000 وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة بما يحقق تطلعات المواطنين. سلسلة من الإنجازات الإسكانية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير الوحدات الإسكانية للمواطنين. أرفع أسميات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تكرمه بتفضل بإصداره الأمر السامي بتوزيع 2,000 وحدة، ولله الحمد يعني البهجة والسرور بواجه الناس يعني حسبهم أنه فعلا يعني مرتاحين وفرحانين بهذه المناسبة. العملية مستمرة في استلام الوحدات الإسكانية التي أمر فيها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومشاركتنا في هذه التسليمات إلى أصحاب الطلبات المستحقة ما هي إلا شرف ومشاركة بالفرحة مع الأهالي. الشكر موصول إلى السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء بتحريك الملف الإسكاني في جميع المحافظات وتوزيع 2,000 وحدة سكنية. هذا يعني ستستفيد 2,000 أسرة، وبإذن الله إن شاء الله الأيام أفضل وتحقيق جميع الملفات والطلبات القديمة والطلبات اللي بتي في المستقبل. نوجه كلمة شكر إلى القيادة الرشيدة، إلى جلالة الملك ملك الإنسانية بتوجيهاته السامية وبأوامر سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2,000 وحدة، ونبارك لكل المواطنين فرحة كبيرة عمت في أرجاء البحرين في كل المحافظات ويستحقون هذه الفرحة وبجدارة. اليوم احنا متواجدين على مشروع جهز، هذا المشروع كان في السابق أيضا كان موجود على الخرائط، كانت شهادات استحقاق، لكن بالجهد والمثابرة وتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد تم إنجاز هذه المشاريع، واليوم احنا نشوف فرحة المواطنين أمس واليوم فرحة أكثر أنهم قاعدين يستلمون وراح يسكنون في هذه الوحدات. هذه التوزيعات الإسكانية التي تأتي بالتزامن مع الأعياد الوطنية ساهمت في تحقيق تطلعات المواطنين ورسمت الابتسامة على محياهم. أعظم شيء ممكن تقدمه حق أي إنسان هو الاستقرار، وأنا للحين يعني مشاعري جياشة مو قادرة أعبر عن فرحتي. أحب أشكر ملكنا أميرنا سلمان على حرصهم الدائم على أن يرتقون بالمواطن البحريني ويحفظوا له كرامتها. أولا أشكر ربي على كل نعمة نعمني وياها، وأشكر جلالة الملك، وأشكر ولي العهد رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ما قصر وخص له ذوي الهمم في أول مشروع له شرق سترة. والله بالمناسبة أشكر النائبة أم حسن فاطمة القطري، ما قصرت ويا الجماعة كلهم قامت بالواجب، وأشكر وزارة الإسكان على كل مجهود قامت بالصراحة. أشكر القيادة الرشيدة وجميع القائمين على توزيع الوحدات السكنية التي تساهم وتعمل على تحقيق الاستقرار للشعب، وسعيدة جدا لحصولنا على الوحدة السكنية اللي نأمل أن احنا نستقر فيها بأسرع وقت ممكن. جهود متواصلة تعمل عليها وزارة الإسكان من خلال الإسراع بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية
تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي تحقق من خلالها تطلعات القيادة الرشيدة. مشاعر جياشة وفرحة لا توصف عبر عنها المواطنون الحاصلون على الوحدات السكنية في مدن البحرين الجديدة، مؤكدين على أنهم يعيشون أجمل الأيام بالتزامن مع الأعياد الوطنية واقتراب السنة الجديدة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.